انا اساسي انا اشتغل الخطوات اللازمه للانتربرايز او الفانكشنز اللازمه للانتربرايز ابلكيشن. اول خطوه اسمها انسبشن. انسبشن معناها ابتداء هو تمهيد. في خطوه التمهيد الاركتكتشر تيم حيكون انفولف بشكل واضح حيبدا الخطوات الاساسيه. اذا عندي خمس خطوات في التمهيد. هذه الفانكشنز اللازمه هي خطوات في خطوه التمهيد. الهدف create necessary conditions for an operational architecture function. انا هعمل architecture functions as operation. Typical activities is او are وهذه لسته من سبع سته عصر. Define the goals and the responsibilities of the architecture board and architecture team in a chapter. انا بالاول بدي اعرف اهداف الاثنين البورد والتيم. الثانية سلك ذا منبر اختيار العناصر الاعضاء. لاحظ الاركتكتشر بورد والتيم according to profiles that encompasses knowledge و competencies and skills. يعني انا حاخذ البروفايل وكل واحد واختار فاضل بينهم واختار مناسب. خلي بالك مش المناسب هو المتخصص احيانا. في مهارات تحتاجها في الفريق. ممكن تختار فريق متجانس كل واحد يغطي عجز الاخر. المهم انك تاخذ متخصصين غير متجانسين يدعو العمل. Evaluate available architecture framework standards and choose framework that fit specific needs of the company. يعني انا عندي احتياجات هشوف الفريم ورك الموجوده في الستاندرز لو انا متوجه بالستاندرز وهختار ما يناسب احتياجاتي احتياجات الشركات في هذه العمل. Provide training المساله اللي يدخلها الجميع. اذا تريد ان تحصل على عمل ناجح متقن you have to get qualified people. الناس هي من تهتم بهم. كل ما كان الشخص عندك كواليفايد انف كل ما كان البروسيس القرار اللي تحتاجه يعني هاي كواليتي بروسيس. الحاجه الثانيه بريورتيز يجب ان تحط الاولويات مين يبدا به قبل مين ومن يبدا بعد مين. ميك هاي ليفل بلاننج تخطيط كمان يجب. خلي بالك من النقطه دي. اي عمل تحاول تعمله يجب ان تبذل قليل من الوقت في البدايه لكي تخطط له حيمشي بنجاح افضل من انك تقدر. بعض يقول لك انا خلاص انا تعودت عندي خبره كافيه. خطط تمام توقع ما لا تتوقع وامشي بالامور. توقع اسوء من الاحتمالات. الخطوه الثانيه انيشيشن فيز. اعمل لسته وكل الدوكيومنتس اللي متعلقه بالموضوع اللي انت بتشتغل فيه such as policies standards list of existing applications. هذه الليست حتفيدك فيما بعد في عملك الاستراتيجي. List the existing business IT strategies. لو عندك business strategy سابقه اعمل لها ليست كمان. في هذه الانيشيشن انت فقط حتحضر للعمل القادم. Define enterprise architecture procedures اللي كانت موجودة. Define how enterprise architecture is. أنا كل هذا حدث في الأس إيس. Develop the first version of high priority deliverables. اعمل الأشياء اللي حتنجزها. Prioritize. Decide on the channels through which the facts will be published. لما تنجز شغلك حتنشره فين وحتوصله كيف ومن هم الستيك هولدر اللي انت واصل لهم هذه. يعني انا بعد كده تعمل فاينلايز للفيرجن فيرست فيرجن اللي انت قمت فيه. يعني الاركتكشر اللي بتعمله حيبدا عندك بالفيرست فيرجن ممكن بعد ذلك تحسن فيه as you need. بعد ما تكتبه انت محتاج ديسيمينيشن فيس تحتاج تشهر هذا
عملت الفيرست ليجر اوف انتربرايز اركتكشر كتبته لي بقى حتى بتتحدث على دوكيومنتس كتبت الفيرجن الاول في الدوكيومنتس محتاج تنشر او توزعه بين المهتمين في هذه الكتابة نعم بين الستيك هولدرز اللي انت بزنس ريبريزنتيتيف اند بروجكت تيمز يعني هنا في هذه الحاله انت هتعمل انتربرايز اركتكشر تنشر على سبيل المثال على البزنس ريبريزنتيتيف والبروجكت تيم يعني هتعطي هذه النسخة في البداية لمن تراها ستيك هولدرز مناسبين يوز انتربرايز اركتكتشر تو ادفايز ذا بزنس استخدم انتجت هذا الدرجة استخدمه لكي تسوق فيه البزنس لو عندك ظهر عيوب واردت تحسينها في التوبي ستيشن في التوبي ستيك استخدم هذا كادفايز للبزنس انه يحسنوا المسألة دي يوز انتربرايز اركتكتشر تو ادفايز بزنس اون كونسيكونس اوف بوتنشال ديسيشنز لو رأيت انه البزنس عنده اخطاء في القرارات اثرت على الانتربرايز اركتكتشر استخدموا كادفايزر لهذول الناس لكي حيث يصوبوا هذه الاخطاء لو تستطيع ان تعمل سيميوليت لليوز of standards and best practices for أفضل. بعد ذلك تأتي الخطوة الأولى الخامسة اللي هي elaboration. هذه create all deliverables that were not part of vision. لاحظ ظهرت لي حاجة في الفيجن وظهرت حاجة أنا ما شفتهاش في الفيجن. وانا بعمل انتربرايز استطيع ان اعمل فيدباك للاستراتيجيست بانه يغير الفيجن بما يتناسب مع الاركتكشر طيب هل هو يكون ملزم بهذه الحاله؟ المفروض انه انا بعمل ترانسليتنج للاستراتيجي لو انا اشتي اعمل حاجه هتكون مجرد بروبوزلز مقترحه لو انا عملت الفيرست فيرجن وزعت على الستيك هولدرز وما قبلوش مني قالوا لك التزم بالاستراتيجيه اللي موجوده معك ماذا تفعل؟ ما التزم بالاستراتيجيه تنتج الفيرجن الجديد مع الالتزام بهدفي انيشيت كونتينوس ريفاينمنت بروسيس حاول تحسن الفيرجن الاول الفيرجن الثاني الفيرجن الثالث حتى تصل الى ما يناسبك خطوه اخر فاليديشن لما تصبح المشروع جاهز اعمل له فاليديشن وريفيو للبروجكت واسكليشن يعني كده تتصعد فيه المصعد المتحرك هذا بيسموه اسكليتور فالتصعيد يتم عن طريق الريبورتس اللي انت بترسلها بين البرجر والبرجر او بين التحسين والتحسين عشان تعمل ديسيشن ذات ماي امباكت ذا انتربرايز اركتكشر كي تحصل على النسخه الاخيره هذا كل ما في المرحله الثانيه من الانتربرايز هو الاي بي استراتيجي وهذا الانتربرايز يبقى الخطوه الثالثه والاخيره اللي حنهتم فيها ونبدا فيها بالبروجرام لدى الشركه والسرعه اللي تتغير فيها هذه الوتيره لتضغط
التغيير. في الفصل الثاني أدرس implications of this development. التطوير والتحكم في الاستراكشر هيكون متضمنا في هذا الفصل section 2. مثال الثالث explanation أو explain the difference between program والبروجكت. على فكرة هذه الخطوة اللي بتوضح لنا بالضبط الموضوع وسهولته كيف حيتم. الخطوة الرابعة techniques of program and project portfolio management. والخطوة الخامسة كنت discuss the actual program delivery. والستة أدرس maturity models. وأخيرا هنعمل organization of لتنظيم وترتيب البروجرام. لو لاحظ نتحدث على بروجرام ونتحدث على بروجكت. الحكايه انك قلتها من قبل. انا هعمل بروجرام للتغيير. بروجرام از تو بي. هعمل بروجرام. هذا البروجرام نحتاج له أكثر من بروجكت. ليش؟ ليش؟ هتقسم أو البروجرام هيقسم بعد ذلك إلى مور ذان وان بروسيس بروجكت. بروجكت يعني لما يجي يشوف هاخذ في الانفراستراكشر مشروع لتحسين البنية التحتية في الشبكة، وهاخذ مشروع اعتقد الشباب كانوا مارسوها في جامعه الازهر بالضبط. كل عمليه هعملها هعملها مشروع خاص. فكيف اقدر اميز انه هذا مشروع لوحده ولا اجزئه؟ اجي اشوف التعقيدات اللي حوالي. انا هعمل شبكه. محتاج اعمل انفراستراكشر باك بوم للشبكه عن طريق متعهد مثلا مثل اتصالات. افصل هذا المشروع لوحده. طالما انه متطلباته الخاصة افصله المشروع لوحده وشوف بروجكت مستقل. اعمل البروجكت حقك اللي كلها تترابط مع هذه تنتج البروجرام. خلي بالك البروجرام فريق قيادة التغيير واحد لكل البروجكت، لكن كل بروجكت له مديره الخاص وله الستاف اللي بيشتغلوا فيه. خلي بالك هتلاقي تداخلات في بعض البرامج. انا ممكن اعمل مور ذان وان بروجكت. هل تفتكر اني اخصص لكل بروجكت عمال خاصه؟ بالشرط في حال انه في اذا هم بارليل اكيد هذا لكل واحد، لكن اذا هم بالتوالي قصدك؟ بالتوالي متوازي او توالي؟ اذا بالتوالي؟ بالتوالي ممكن، لكن بالبارليل لازم يكون يفضل يكون فريق مستقل. لاحظ هي اللي تضبطك فيها الخدمات اللي انت بتضيفها للمشروع. يعني انا مثلا بنتج مباني وين برلل؟ اوكي. ان برلل خلي بالك، بس في عمليات زي الكهرباء مثلا. مش شرط تتم هذه العمليات في البروجيكتس بنفس الوقت. اذا في تعاقب للزمن لا. انا عملت مشروع لانتاج لعمل مبنى مثلا كلية العلوم، وعملت مشروع لبناء مبنى كلية الطب مثلا. مشروعين داخل هذه المشاريع أنا محتاج كهرباء وسيويج، محتاج حاجات كثيرة. هذه المشاريع عندنا واحدة لعمل واحدة للكهرباء من كهرباء. كل اللي بعمله لما بطلب تخطيط هذه البروجكت أخلي البروسيسز المتشابهة مش في نفس الوقت في كل المشاريع. يعني استطيع ان احدد البروجكتس بناء على او مسؤولين متشابهه 100%، فانت بتقدر تاخر واحد على سبيل على الاخر. لاحظ مش هذه الفكره. الفكره تتطلب انه اللي بيعمل لك سبورت الان وانت بتخطط المشروع لا تنظر الى امكانيات غيرك. حط الامكانيات كمدير مشروع.
I am responsible for this project. يعني أنا it is not of my business to see other projects. أنا بحضر أنا كمدير مشروع بحضر بطريقة هلاقي إنه في بعض الحاجات محتاجة لـ supporting. طيب لو الرولز عندي تقول إلى أنه أنا لا أستطيع أن أعتمد على متعهد خارجي في عمليات تشطيبات مثلا ولا في عمليات الكهرباء، في هذه الحالة أنا يجب أنه أخطط لهذا الرول اللي كان موجود عندي، يجب أن أخذه بالاعتبار. فأبدل الداعي الأساسي أنه أنا محتاج، هتعطيني الوقت أي وقت عشان أوزع الوقت، عشان أوزع الوقت وأقوم بالتصميم للبروجكت. هذه البروجكت بشكل عام كلها تخطط لإنتاج يعني عندي مورغان بروجكت كلها بتتكامل انتجريتد تو. قبل ما نتحدث عن كل هذا عندي اولا البيس اوف تشينج اللي هي وتيره التغيير، عندي العوامل الخارجيه اكسترنال وانترنال، هذا كلام كنا قلناه. عندي اللي بيدفعني للتغيير اكسترنال من ضمنها الكمبيوترز والتكنولوجيا الجديده، وعندي انترنال ومعناها ان المؤسسه محتاجه تو جرو تو بي كومبيتيتيف، حاجات كثيره تدفعني الى ان اولا اتغير سواء داخليه او خارجيه. الفرق في وتيره هذا التغيير، لاحظ معايا عندي مشكله حقيقيه انه تشينج عندي لو مبادره، يعني استاذ فوزي راح تقدم بطلب تصويت عمل اداره، الجهه الثانيه عملت كم انيشيتيفز، عندي وضع كان 80% وعندي مبادره في التغيير تصل الى 20%. كان قبل هذا الموضوع قليل المبادرات فيه، يعني لو احنا نرجع بس للذاكره للعشر سنوات الماضيه كانت المبادرات قليله. حاليا لو فتحت المبادرات الناس صلك مبادرات تغيير كثيره، لانه التكنولوجيا عندك والسوق والترندز تغير، فبتكثر عندك الانيشيتيفز المبادرات في الوضع اللي بتقلل عندك الكور اللي كان موجود بشكل. كنا هنا بنعتمد على اعمال اداريه كثيره، اصبحنا بنعتمد على اي تي، كثرت المبادره في الاي تي، واحد يقول لك اشتري سيستم للباير، واحد يقول لك اشتري، كل واحد بيحط المبادرات تتسع، كل ما زادت المبادرات تضغط باتجاه التغيير اكثر. هذا التغيير في المبادرات على فكره بينشئ تغيير. تقول لي طيب هل انا محتاج اخذ بالي من مبادرات المؤسسات في الاورجنايزيشن اللي انا بشتغل فيها كمدير؟ اكيد. لاحظ لو انت رفضت هذه الظروف والتغيير من الداخل هتولد عند الفريق اللي معك في الشغل نوع من الاحباط والمبالغه. فيجب ان تتعامل مع هذه المبادرات. خلي بالك لما تفكر في التغيير سواء كان فايبل او نون فايبل يجب ان تفكر بالميثودز اوف تشينج. لابد ما تكون هذه الميثودز اللي انت بتاخذها في التغيير كويسه حتى على مستوى المبادره الواحده. جاء لي مقترح بان انا اغير في جانب معين من شغلي، مش المهم انه انا اتغير، قل لي كيف اتغير بدون ما احدث ارباك، بدون ما احدث فشل. خلي بالك في التكنولوجيا غالبا، في التكنولوجيا هذه ظاهره على فكره شبه عامه، غالبا المبادرات لا تنجح. لا، لانه اللي بيدفع اللي بيطرح المبادره بيكون طموح وطارح. الاداره لا تاخذ الامر بجديه وتخطط والتخطيط السليم، ما بتعمل لوش التخطيط اللي احنا بنتكلم عليه طوال هذا. هنا شوف يقول لك وي ار ان نيد اوف ماتشور تشينج مانجمنت ميثود، انا محتاج اداره طرق التحول، يعني اداره طرق التحول هذه بشكل ناضج وبشكل لاحق. لابد من رصد طبعا فاينانشال بادجت، تمام، لابد من اخذ بالاعتبار المخاطر، لابد نشوف الانشيتيف اوف تشينج. ثلاث حاجات بتضبطني، اشوف ما هي المبادرات للتغيير واشوف ما
ما هي الفاينانشال بتشيفت.